راحة للجميع في بيت الرب. خدمة اليوم هي خدمة للرب، وهو اليوم المخصص للرب. نشكر الرب أنه يجمعنا دائما بكلمته، الكلمة التي تقوينا وتسلمنا. خلونا قبل ما نبتدي خدمتنا نسكب قلوبنا أمام الله في تواضع وفي خشوع، نطلب بركة خاصة على حياتنا. أكيد أنت جاي وفي قلبك طلبات كثيرة. اسكب قلبك، ادخل إلى محضر الله بتواضع، ضع طلباتك أمام الله، فالله وحده القادر أن يعطيك سر قلبك. خذ دقيقتين وصلي من كل قلبك للرب، لأنه وحده الذي يسمع الصلاة. يا إلهنا الصالح، مجدا لإسمك القدوس، فأنت الإله العظيم الصانع العجائب يا رب. نباركك أيها السيد القدوس، لأنك تستعجب يا رب بمحبتك لخليقتك يا رب. نشكرك يا رب على كل نعمة أعطيتها لنا يا رب، ونطلب بركة خاصة يا رب من عندك يا رب، في أن تهيمن من على هذا المكان يا رب بروحك القدوس يا رب. تملك على أولادك يا رب، الخدام يا رب، المرنمين والعازفين يا رب، تمسحهم بمسحة خاصة من روحك القدوس لكي ما يعطوا لك المجد يا رب. بارك إخوتي الذين يقومون بالتأملات يا رب، وبارك الشعب الذي جاء ملتمسا نعمة وبركة من عندك يا رب. لا أحد يستطيع أن يوصل كلمتك إلى قلوب البشر يا رب ما لم تمسحه بمسحة خاصة يا رب روحك القدوس، لكي ما تكون كلمتك فعالة وحية فينا، تغير حياتنا يا رب، وتجعلنا ندرك مشيئتك التي أعددت لنا يا رب. نشكرك يا رب ونعطي لك المجد منذ الأزل وإلى الأبد، آمين. إلهنا إله عظيم، نحن ندرك عظمة الله من خلال عمل يديه ومن خلال النظر إلى أنفسنا، لأننا نحن عمل يديه خلقنا في أفضل وفي أحسن صورة، ومن خلال محبته وأمانته وقدرته فإننا نحيا معه. خلونا نقف ونرنم ونقول أنت عظيم.
37 من 38. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت إنه مرتكب في بيت الفريسي، جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه ومن وراءه باكية، وابتدأت تبلل قدميه بالدموع، كانت تمسحها بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. الرب يسوع المسيح عرف انه هذه المرأة ونادي، فقال لهذه المرأة جملتين في العدد 48، ثم قال لها مغفورة لك خطاياك، وفي العدد 50 فقال للمرأة إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. هذا العمل اللي قالت فيه المرأة لا يزال يذكر عبر كل الأجيال، لأنه جاءت واعترفت بخطأها في قلبها وكانت نادمة وتقدمت إلى الرب يسوع بإيمان، فالرب أدرك قلبها فأعطاها نعمة الخلاص. خلونا نرنم ها آتي بطيبي. Oh, wow.
وحديا. خلينا نقف ونرنم للرب. يا ربي حنانك يسعد البشرية، بأي حد بينا ترفعه من العبودية. يا ربي حنانك يسعد البشرية، بأي حد بينا ترفعه من العبودية. Thank you.
مش كده. خلينا نرنم ما نعودش الهم. يا ريت نقف ونرنم هاي الترنيمة. هل عندك هموم في قلبك؟ الرب قادر الآن أن يغير حياتك، يرفع هذه الهموم والمشاعر. نهتف للرب نشيدي يعظم لهتافي.